يحكيوا لنا شويه فن. علاش انا اخترت الموضوع هذا؟ على خاطر هذا موضوعنا، هذه بلادنا، هذا ارثنا، هذا تراثنا، هذه هويتنا، هذه هويتنا الامازيغ في تونس. احنا جزء من هذه الحضاره، وهذه الحضاره جزء منا، جزء من تونس. انا حسيت في برشا اوقات انه ما اعطيناهاش الفرصه نتاعها الحضاره هذه. التوانسه كيفي انا كيما برشا توانسه، ونتصور جزء كبير من التوانسه ما عندهمش فكره على الحضاره هذه، منين هما جايين وين يحبوا يمشيوا. وهذاك علاش احنا 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 اليوم لابد ان نتصالحوا مع حضارتنا، مع تاريخنا، مع هويتنا. هذاك اليوم باش يكون معايا الكاتب والباحث الاكاديمي سي فتحي بن معمر، معنا سي كيلاني بوشاوة رئيس جمعية التونسية للثقافة الأمازيغية. مرحبا بك سي كيلاني، شرفت بحضورك. معنا كيف كيف سحرة ريناز الدالي من الباند ايتما، مرحبا بك. تنعرفوا بك انت يظهر لي تعمل في برشا حاجات، باحثة في الانثروبولوجيا و مرأة ناشطة في المجتمع المدني والعديد من الأشياء الأخرى. مرحبا بك سحر. معنا نورة غرياني الفنانة المتألقة، الشابة نورة غرياني، ناشطة في المجتمع المدني وكذلك متخصصة في العديد من القضايا الأمازيغية. مرحبا بك نورة. معنا الكرونيكور بتاع اي اف ام وانفلونسور تاريخي معروف سي ضياس جندوبي. مرحبا بك، شرفتنا، شرفتنا بحضورك برشا. معنا كيف كيف المخرج الشاب شاهين بالريش، باش نحكيو على الفيلم نتاعو من بعد، فيلم يظهر لي باش يكون ممتاز حول تاريخ الامازيغ في تونس والثقافه الامازيغيه في تونس. مرحبا بك سي شاهين. معنا مغني الراب صاحب الاغاني المعروفه برشا وفيها برشا نقد للانظمه للانظمه الحاكمه في تونس، مارو سيزار مروان ملوح. مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد، خلينا الافضل في الاخر. مرحبا بك ضيفنا وصديقنا من ليبيا محمد متتاك، شرفتنا بحضورك، شرفتنا بحضورك برشا. وهو في باند ايتما من الامازيغ الصحراء ايموها ايموها توبا. شرفتنا برشا بحضورك سي محمد، مرحبا بكم. نرجعوا نبداو مع ضيوفنا سي فتحي. احنا راهو كيما التوانسه الكل، كيما جزء كبير من التوانسه، نحبوا نعرفوا تاريخنا ونحبوا نعرفوا جزء هام من تكوين الهوية التونسية اللي هو الجزء الأمازيغي. أنت باش تتوجه لبرشا توانسة توا، برشا صغار، برشا شباب، وبرشا منا احنا زادة اللي ما يعرفوش التاريخ هذايا، كانت نجم تعطينا بسطة في لمحة زمنية قصيرة حول تاريخ الأمازيغ في تونس، منين جاو وش بينا اليوم من بعد تو نوصلوا، علاش الثقافة الأمازيغية في تونس ما عادش عندها إشعاع كيما في برشا بلدان مجاورة أخرى اللي مازال عندها نوع من التواجد أكثر من تونس. نبدأ بلمحة على تاريخ الأمازيغ في تونس. تتفضل سي فتحي، أنت صاحب العديد من الكتب وقريت لك أنا الحقيقة برشا مقالات، ونتشرف برشا بوجودك معنا. عشك ساعة قبل كل شيء أنا يعطيك الصحة ونحب نهنيك خاطر الانقلاب نتاعك يبدو لي بدا ينجح. بدا ينجح فريمون. شكرا. يعطيك الصحة، معناها يظهر لي شاتوني في رأيي. شكرا. اسبدوا أخصي هذا بلغة فنم لغ فسلم توم أيثما تي سثما تي من سيوين زعمنث يكنيم ذير ناون ووم ذي نسلو ملكل. تحية بالأمازيغية للجمهور وللشعب التونسي العزيز. تحية ليك سي فتحي. ونرجع تحية. من تحية من الكلام اللي قاله سي محمود المنقلب المرن منذ قليل، وقت اللي قال لنا نحن الكل او نحن جزء من هذه الثقافه الامازيغيه وهي جزء منا. لا، احنا لسنا جزءا منها وليست جزءا منا، هي كل نحن ونحن كلها، بمعنى انه لا انفصال بين هذه الثقافه وهذه الروح الامازيغيه وهذه الروح التونسيه ايضا. انا ديما نقول وان كل تونسي اصيل هو امازيغي بالضروره. وطبعا ليس كل امازيغي تونسي بالضروره، باعتبار انه الأمازيغية تمتد من
من واحد سيوة إلى أقاصي الصحراء طبعا في هذه المنطقة شاسعة جدا. وإحنا وقت نتحدث على الأمازيغية اليوم نحن نتحدث عن ثقافة وعن تاريخ عريق جدا يتجاوز ما يدعيه البعض من 3000 سنة حضارة في تونس. نحن نتحدث أقل شيء عن الحضارة القبسية، نتحدث عن الإنسان ربما حتى البدائي باعتبار أن هنالك بعض الحفريات التي تثبت وجود هذا الإنسان. يظهر لي من أقدم الإنسان الموجود في التاريخ ما وجد مثلا في حفريات في المغرب وفي غيره، إذن يعود إلى ملايين السنين. بالتالي وجود هذا الإنسان الأمازيغي وجود أصيل في هذه المنطقة. بقي أنه تاريخيين اليوم خلينا ننظر في 3 مقاربات معروفة أكاديميا حول الأصل التاريخي للأمازيغ. ثم 3 نظريات كبرى. النظرية الأولى تقول وأنه الأمازيغ أو اللغة الأمازيغية والأمازيغ عموما أصلهم من الجزيرة العربية باعتبار التقارب الموجود ما بين اللغة المهرية واللغة الأمازيغية، وأن هؤلاء الأمازيغ جاءوا من المشرق ضمن هجرات متتالية إلى غير ذلك، وهذا ما ينتصر إليه طبعا العروبيون والذين طبعا يميلون إلى هذا الموقف. النظرية الثانية الموجودة اللي تقول وأن الأمازيغ هو من أصل هندو أوروبي، بالتالي تربطنا، وهذه يبدو لي أنها نظرة استعمارية في نهاية الأمر حاولت في وقت من الأوقات أكاديميا أن تربط الأمازيغ بهذا الحوض الأوروبي. والنظرية الثالثة اللي هي اليوم تقريبا كل الدراسات تثبتها، وهي أن الإنسان الأمازيغي هو إنسان أصيل في هذه الرقعة الممتدة اللي يمكن سموها اليوم المغرب الكبير، واللي يمكن أنها تتجاوزها إلى طبعا الصحراء وإلى النيجر وإلى مالي وإلى غيرها باعتبار وجود السادة توارق الذين هم سادة الصحراء، وطبعا بلغتهم التي يحافظون عليها إلى الآن وبحروفهم التفنغ التي يكتبون بها إلى الآن إلى طبعا كل هذه المناطق. فإذا نحن نتحدث عن وجود أصيل وعميق وعن ثقافة عميقة جدا، ليست كما يدعي البعض يقوم ربما بعض الناس باستحداثها لأغراض أخرى، وإنما هي حقيقة وموجودة في حياتنا وفي تاريخنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا وفي كل صح. ما ننطق به وما نعيشه. يعطيك صح فتحي. أنا حبيت نحكي مع سيكيريني، كذا نحب نقيمه نحكيه على قداش 1000 2000 سنة 3000 سنة 4000 سنة الأمازيغ موجودون في تونس أكثر من هذا، عندنا فكرة قداش احنا نحب نعرفه قداش الأمازيغ لهم موجودين في تونس. هل فما التاريخ يقول والحفريات والبحوث الحضارة القبسية تمتد إلى أكثر من 6000 و8000 سنة قبل الميلاد، وهي حضارة وجدت في منطقة قفصة ومن أقدم الحضارات في العالم هي الحضارة القبسية. بالتالي فالأمازيغ موجودون من قدم الزمان في تونس وفي كامل شمال أفريقيا، ذلك هو موطنهم. واللغة الأمازيغية التوارق هم من حافظوا على الأبجدية الأمازيغية، كتابة التفنغ التي رجعت بمعناها في السنوات الأخيرة في العشريات الأخيرة وأصبحت هي الأبجدية التي تستعمل في كتابة الأمازيغية. بالتالي الأمازيغ هم موجودون في المنطقة هذه منذ آلاف السنين، والأمازيغية هي مكون أساسي من مكونات الشخصية التونسية في اللغة الدارجة، في عاداتنا، في اللباس تاعنا. الثقافة الأمازيغية هي كما ترى هي ثقافة الألوان الزاهية، ثقافة الفرح، ثقافة التنوع، وكما نشوفوا معنا في العالم. نحكيوا فيها سيكيليني هذه لأنه أنا حطيتها مهمة جدا لابد أن نتحدثوا فيها. أنا حبيت نسأل ضياء وبعد جيل سحر ونورة. أنت ضياء شاب تونسي عمرك يذري ما يفوتش 30 عام ولا 30 سنة بالضبط، طلعت صحيح. عندك فكرة على التاريخ، ماذا هل أنه الشباب متاعنا اليوم في تونس عنده فكرة على الحضارة الأمازيغية، على ثقافتها، على تقاليدها، على الموروث الثقافي بتاعها؟ أو فات خلينا نحط الأمور في إطارها، اللي الشباب في تونس المشكلة ماهوش كاره للتاريخ ولا ما يحبش يعرف التاريخ نتاعه، بل أن أسلوبه وطريقة الطرح للتاريخ في حد ذاته سواء كان في المناهج التعليمية ولا حتى في البرامج التلفزية أسلوب برث
ولا يسمن ولا يغني من جوا، ما عادش ولا انقضات هذيك لي جون، ولا يركزوا مع قصر المده نتاع المعلومه اللي باش تمدها له، مع انها تكون كونسيستونت ومليانه افيك اون ايماج مزيانه على الاخر. تويك لي جون يلقاو مازالوا نفس البرامج التاريخيه هي نفسها من عام 60 70 80 وانت ماشي. دونك فما فجوه كبيره بين الملقي والمتلقي، هذاك اللي خلى لي جون يبعدوا شويه على التاريخ. ثانيا جوست فيسع فيسع باش نعقب على كلام سادتنا اللي تفضلوا به، صحيح تونس فما برشا مغالطات للي جون قاعده تتعدى. تونس 3000 سنه حضاره، لا ماهيش 3000 سنه حضاره، ساشون ك 3000 راهي مربوطه على كارتاج اللي هي 2900 سنه، وتونس اقدم من هكا. القبصيه نحكيو على 6800 سنه، الانسان البدائي اللي حكى عليه سيدنا معطراو يرجع 50000 سنه معناتها قبل الميلاد نحكيو. دونك تونس غنيه على الاخر، لكن ما ركزناش على التاريخ، وهذاك اللي تنجم تستنجو من علاقه الجون التونسي بفكرته للمواطنه في حد ذاتها. ما تنجمش تحكي للشباب التونسي على انتماء للوطن وهو ما يعرفش تاريخه، واللي ما يعرفش تاريخه ماهوش واعي بقيمه الحاضر نتاعه وما ينجمش يبني في المستقبل. هذاك المشكله وين؟ اللي تويك حتى الاطارات الاجهزه نتاع الدوله اللي قاعده زعما اونتر بارونتيز تشتغل على الشان التاريخي، نحكي المربوطين بالدوله مش الناس الاكاديميين المستقلين. فما فجوه كبيره، فما اساليب برثه، فما حاجات مضيعين فيها. واحد من الناس كي نمشي للوفر في باريس نلقى حاجات من تاريخنا التونسي ملوحه في اللوفر، حاشي يأسف. نمشي معناتها نبعد اكثر من هكا، احنا فما متاحف في تونس التويكا ما زالت مسكره، فما حاجات مانيش عارفينها. دوكو التاريخ التونسي بالنسبه لي انا كجون حبيته من حاجه بركه، اللي هو اسلوب الخرافه اللي كنت قبل كبرت به مع بابا يرحمه. كان يشد يحكي لي على التاريخ يحكي لي بطريقه وباسلوب خرافي محلاه مزيان. دونك عجبتني كالاسلوب هذاك وخلاني نتعمق برشا، وخاصه اني نمشي وندور من شمال وجنوب تونس. بالحق دخلت اون كونتاكت مع تاريخنا التونسي الحقاني. امي ترجع من قابس وعندنا اراضي في توجان، توجان نحكيو سي بيغمون امازيغ. دونك تشوف الثقافه نتاعهم هما، شوف مماتي قبل كيفاش في الوشم اللي عنده في وجهه كيفاش معمول هو او شامه ذيك امازيغيه، نشوف الديار الحفر اللي كانوا عندهم، تخليك تقرب اكثر للايدونتيتي نتاعنا احنا التونسيه. صحيح احنا يقولون تونس راهو احنا امازيغ وكل شيء، اما شنو هما الامازيغيه؟ شنو هو الثقافه الامازيغيه؟ نحكيو فيه مازلنا باش نحكيو فيه ذي ونتعدى النوره. نوره انت شابه زاده كيف كيف شابه، كيفاش دخلت تغني موسيقى؟ تو نسمعوك من بعد انت تغني موسيقى امازيغيه وداخله يضري في جمعيات وناشطه في المجتمع المدني وتدافع، انا ريت تدافع على وسائل التواصل الاجتماعي على الثقافه الامازيغيه، وكيفاش بديت؟ خاصه وانا ما نعرفش من بعد تصلح لي سي فتحي وسي كيلاني، في صفاقس فما ثقافه امازيغيه كما موجودة برشا ولا فماش؟ لأنه يعني أنت ذري أصيلة مدينة صفاقس هكا ولا؟ حبيت نعرف كيفاش جاء الإعجاب والغرام بالثقافة الأمازيغية أنك وصلت تغني أمازيغي. هي أون فيت أمي كانت سورس دانسبيراسيون نتاعي، هي أرتيست بانتر ترسم دي تابلو، وكنت وقت أنا صغيرة كل مرة نتفرج فيها، كل مرة نقعد نشوف كيفاش ترسم في لي موتيف أمازيغ والتاتواج والمرأة الأمازيغية بلباس التقليدي نتاعها. دونك بسياسه بسياسه قد ما نكبر قد ما نحاول اني نطلع اكثر، نحاول اني نبربش وحدي. وكيف كيف سالت بابا على اللقب العائلي نتاعنا اللي هو غرياني، قال لي انه اصله من ليبيا، غريان بلاصه موجوده في ليبيا اللي هي منطقه معناها امازيغيه. دونك ملي انا صغيره قررت باش اني نلوج على الاصول نتاع البلاد هذه. تونس شنو اصلها؟ كيفاش بدات حكايتها؟ شنو هي تاريخ تونس؟ دونك اطلعت وحدي، عملت دي ريشيرش، وكل مره نحاول باش اني نلتقي مع ناشطين وناشطات من المجتمع المدني اللي مهتمين بالثقافه الامازيغيه، وكانت لي مشاركات زاده في الجزائر وفي المغرب. و 2016 قررت اني ناسس اول نادي ثقافه امازيغيه بصفاقس. برافو. وكان اول نادي معناها مهتم بتعريف الثقافه الامازيغيه، خاصه معناها الشباب كما كنت تحكي انت اهميه انه الشباب يكون عندهم وعي بالثقافه نتاعنا ووعي بتاريخنا، خاطر تونس معناتها تاريخ كبير وتاريخ عريق ياسر، مهم ياسر ان نكونوا مطلعين على ثقافتنا. دونك بديت نادي الثقافه الامازيغيه، وانتخو تون بيسكو ايدا معناها من عائله فنيه تنجم تقول، يعني خاطر عائلتي معناها خويا جيتاريست معناتها، وامي ارتيست بانتر، وفوالا بابا كيف كيف قبل كان دي جي. تحيه لهم الكل، تحيه لهم الكل. بالفلاتو هذا ما شاء الله عليك، الحقيقه شيء ايجابي جدا، نفرح انا كثير. خويا غرمني بالجيتار وقررت اني نغني باللغه الامازيغيه. محمود جوست على فكره حاجه على اللغه الامازيغيه في بالك في مجلس ابولوس عام 2012
يقولوا انه اللغه الامازيغيه افرو اسيويه وكل شيء فما برشا عادي. قالك عمرها 18000 سنه التالي كلغه مستقله. En 2012 ça a été prouvé que اللغه الامازيغيه لغه مستقله تذات منذ 18000 سنه. يرجعوا العباد يكتبوا مجلس بولس لغه امازيغيه فوالا. تعقيب تعقيب كل اللغات اللي عاصرت اللغه الامازيغيه اندثرت. اندثرت. يالا. كلها الا اللغه الامازيغيه. الا اللغه الامازيغيه. رغم التعريب ورغم الطمس. ايه. اللغه الامازيغيه بقيت حيه. حيه هو توا انا تو نحكيهم بعد مع سي فتحي ولكن اللغه الامازيغيه زاد مشات شويه للراب وعندنا مارو سيزار. مرحبا. مارو سيزار اما مارو سيزار انت ذري اونجازي شويه مع نجم نقول كما يقولوا لي في اللوريات نجم نقول كما كلايب بي جي مثلا عندنا في العرب نجم كلاي يقولوا لي كلاي امازيغي دونك التشبيه هو كل واحد في بلاصته ولكن انا ريت راعت بعض الكليبات اللي فيهم اونجاجمون ممكن في بعض الاوقات زيد شويه انا حبيت زيد كيفاش بديت انت يا مارو بون بديت مع اغنيه تونس مش عرب هاي بون نحكي في الالبوم هذا غنيت قبل اغنيات اخرين سيتي اونتر 2012 2013 ريت حاجات ما عجبتش في البلاد ناس احتكرت الهويه ناس ما نعرفش عملوا برشا هرج دونك ستيلو عطاني مش نكتب تونسه مش عرب وبديت من الغادي جوسكا ما نقعد في الالبوم هذاك مثال الشيخ زر تو انا نحب نسال هاو بحذانا ما شاء الله استاذ التاريخ تونسه احنا عرب ولا مش عرب هو قال هاو تونسه مش عرب احنا تونسه اون فان دو كونت احنا تونسه تونسه اي هو قال تونسه مش عرب بعد شوف هو ثابت أن التوانسة احنا فينا كل احنا مزيان خلينا نرجع ساعة والمرة قلت على مارو سيزار انه اونجاجي اون فان دو كونت الامازيغي ما نجم يكون كان اونجاجي على خاطر المعنى بتاع الانسان الامازيغي والانسان الحر الور ما نجم يكون كان حر واونجاجي ويدافع على القضايا الانسانية والقضايا اللي تهم الانسان عموما احنا توانسه بكل هذا الخليط بكل ما فينا بهذه الثقافه الامازيغيه الاصيله فينا واللي نحب ولا نكره اليوم هي موجوده في كل ثنايا وفي كل تفاصيل حياتنا اليوميه على مستوى اللغه على مستوى العادات والتقاليد على مستوى السلوك وحتى على مستوى ما نعتقده ومن امين به من قضايا وافكار نعطيك حاجه بسيطه برشا المراه اليوم شكون هي المرأة اللي طلعت بحكاية أنه اشترطت على الخليفة العباسي أن لا يتزوج عليها؟ شكون يعرف؟ مريم مريم أروى القيروانية أروى القيروانية أروى القيروانية علاش اشترطت على الخليفة أن لا يتزوج عليها؟ لأنها سليلة المرأة الأمازيغية اللي في عرفها ما ثماش تعدد زوجات لأنها امرأة حرة ولأنها كما نقولوا احنا هي للا احنا بنقولوا في الدرجه التونسيه للا في الدرجه التونسيه للا للا لا علاقه لها باللغه العربيه هي الكلمه امازيغيه وهي تعظيم للمراه الامازيغيه سيده العائله وانا خلطت على في عائلتي كانت يما حنا اللي هي ام بابا قولوا يما حنا بالامازيغيه توفيت ولكن كانت مرت عمي الكبير هي التي كانت بمقام لله والدتي كانت تناديها لله رغم أنه بينهما في السن مش حاجة كبيرة لكن تقديرا وتعظيما للمرأة الكبيرة في البيت بالتالي إذا هذه شوفوا كيفاش أنه حاجة في الثقافة الأمازيغية القديمة هذه الحرية على تعدد زوجات اللي مش موجود هو اللي خلى أروى تشترط على الخليفة أنه يعطيك الصحة أنت سي فاتحي مادام تحكي على لله أنت بجنبك